كل المؤشرات في أسواق صرف العملات والتضخم والذهب بتقول إن الأيام اللي جاية هيكون فيها قرارات مصيرية أو حتى صعبة، سواء في اجتماع لجنة السياسات النقدية ورفع الفايدة المتوقع أو في الاتجاه نحو تعويم رابع جديد قد يضطر ليه البنك المركزي، وده للسيطرة على معدلات التضخم الغير مسبوقة لو الجنيه انخفض. إيه اللي هيحصل؟ ونصف سبيرة سأل إيه في الموضوع ده؟ بانكير نبض البنوك. زي ما قلنا، خبراء السوق المصري وحتى وحدات البحث في البنوك الأجنبية الكبيرة توقعت تراجع جديد في قيمة الجنيه الفترة اللي جاية. طيب إذا كان كل الطرق بتؤدي لسكة التعويم، مصر هتستفاد إيه لو ده حصل، والعائد على الاقتصاد؟ السؤال ده جاوب عليه رجل الأعمال الشهير ناصف ساويرس في حوار صحفي، واتكلم عن حاجات مهمة كتيرة. بتقول إنه راجل فاهم السوق رايح على فين، ومن وجهة نظره إن تخفيض الجنيه فرصة للدولة والاقتصاد المصري إنه ينطلق. وقال ساويرس إن برنامج الطروحات هيساهم في جذب استثمارات أجنبية وعملة صعبة، وقال كمان إن مصر جاهزة للاستثمار في الطاقة النظيفة والظروف مهيئة لنمو الصناعة دي مستقبلا. وشدد رجل الأعمال في حديثه على إن في إيجابيات كبيرة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من منها استفادة قطاع السياحة وقطاع التصدير، واللي هيكون له ميزة تنافسية كبيرة جدا بسبب فرق سعر العملة. لكن في الوقت نفسه طالب ساويرس الحكومة والقطاع الخاص بالتحرك سريعا لرصد وتحديد الفرص الاستثمارية اللي ممكن اقتناصها ودفع القطاعات المستفيدة من تخفيض قيمة الجنيه. نصف ساويرس وهو مؤسس ومساهم رئيسي في أوراسكوم كونستراكشن أكد برضو أن تحرير سعر الصرف موضوع حيوي، ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف، لأن ده بيسهم في اضطراب مراحل الإنتاج وبيخلق أزمات في منظومتي الجمارك والضرائب. وده حسب كلامه أن التعويم اللي جاي خطوة كان لابد منها، وكان واقعي وقال طبعا هيكون في إيجابيات وصعوبات. ناصف ساويرس قال كمان اللي قاله بنكير كتير قبل كده، ان الحل الوحيد لأزمة العملة هي تنمية موارد الدولة من الدولار، سواء عن طريق تطوير الموارد الحالية وإضافة قيمة مضافة ليها زي قناة السويس والسياحة، تحويلات المصريين والتصدير. لكن أهم شيء هو الاستثمار المباشر في مصر، واللي بقت سوق جاذبة بفعل تعويم الجنيه في الشهور اللي فاتت، وإن في مجالات ضخمة ممكن مصر تفتح باب الاستثمار فيها زي مشروعات الطاقة الخضراء في مصر. ومن وجهة نظره مصر جاهزة للاستثمار في الطاقة النظيفة وظروف مهيئة علشان تنطلق فيها. كمان اتكلمنا في بنكير عن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات، وكان أهمها دفع السوق السوداء للدولار واللي بتحاول ترجع باستماتة، لكن سياسة العرض والطلب للعملة خلتها مش لاقية منفذ. ممكن الأيام اللي جاية تبقى صعبة، لكن عمر الأمور ما توصل لمرحلة الكارثة، لأن مصر فيها ميزة مهمة جدا وهي تنويع مصادر اقتصادها، يعني مش بتعتمد على حاجة واحدة بس. المطلوب تنمية موارد العملة الصعبة، وفي المقابل تقليل فاتورة الاستيراد بأقصى حد ممكن لحد الأزمة ما تعدي. كانت معاكم هبة محمد. بانكير نبض البنوك.